انا قررت قرار وعايزكم تساعدوني فيه. خير ان شاء الله. قررت ان ابدا دايت من اول السنه. مش مصدقك. لا خلاص هبدا من بكره. خلاص انا هبدا. عايز تصدق صدق. من اول يناير انسان جديد. انا عندي مبدا كل الاعذار هرميها في الجيم هبقى مقضيها. وزي ما حمائي قالها زمان انا جاي لك وناويها. 2020 دي بتاعتي وبقولها لكل الناس. مفيش كرش بعد كده خلاص في سيكس باكس. هبدا دلوقتي هبدا من هنا هعمل فورمه الساحل في الشتاء. بس حد فيكم يقول لي ازاي اعرف اوصل لكده؟ عايز توصل لكده؟ طب ما تقول يا عم من الاول. هديك وصفات سحريه توصلك بسرعه. بجد والله يا عم سهله. عايز تخس دهون؟ عندي حل مضمون. هتاكل قبل ما تنام زبادي يكون عليه ليمون او شاي بكمون. ارفع عليها جنزبيل. وصفات سحريه يا صاحبي هتخلي جسمك في السليم. ركز معايا في اللي جاي هقولك حل من الخفا. بطل اكل بالليل في ثانيه هتلاقي كرشك اختفى. تاكل 6 وجبات في اليوم عشان تزود الحرق. البس كيس زباله هتبقى فورمه بسرعه البرق. ستوب يا ابني. مين ده؟ انا معرفوش. جبت الكلام ده منين؟ من سي بي سي سفر. بس يا معلم الكلام ده كله استغفر الله العظيم. هبد كفايه هبد لحد كده. شكلك فاهم يا نص. مفيش حاجه اسمها كده. ما تيجي نبص بصة على المصادر. جسمك مش شغال بالنية. هي معادلة باختصار سعرات حرارية. هتاكل اقل ما بتحرق هتلاقي نفسك خسيت. مفيش حل غير كده مهما رحت مهما جيت. 6 وجبات او وجبة واحدة مش هتفرق كتير. تاكلهم بالليل تاكلهم الصبح دي بتاعتك يا كبير. معلومة عشان الضمير عشان نكمل الحالة. مفيش وصفات زبادي بليمون. مفيش كياس زبالة. فعشان توصل فورمة لازم دايت في السليم. دايت يكون محسوب لك فيه دهون كارب بروتين. ما تحطش نفسك في مقارنات. مفيش نتيجة مفيش احباط. انت ضد نفسك اكيد هتكسب. فكك من اي انتقادات اكيد هتوصل. بس يلا ابدأ خليك في نفسك دايما مصدق. ما تقولش بكرة مالو النهاردة. ثقتك فوق اكيد هتسبق. انت عندك حق. انا هبدأ من النهاردة خلاص. الله عليك. هنطلب اكل تطلب معنا؟ لا انا ابتديت دايت خلاص. هنطلب شاورما؟ لا ما تطلبليش غير واحد بس.